يا صباح الخير وحلقة جديدة من مطبخ آسيا وأسبوع جديد وأشياء جديدة وأفكار جديدة. الأسبوع ده هنخصصه للساليزون أو المملحات اللي معمولة في البيت. ناس كتير بعتت سألت عن الحاجات دي وعشان كده قررت أن أنا أعمل لكم أسبوع مخصص للحاجات دي. النهاردة هنشتغل أنواع من الساليزون سهلة جدا بالعجينة المورقة أو الباف بايستري. هنعمل الأقماع اللي بتتحشي، هنتكلم عن الحشوات، هنعمل كمان أشكال تانية ممكن تتعمل غير الأقماع، وقلنا أن ده الجانب المالح اللي ممكن نعتمد عليه في العزومات بتاعتنا، أو لو عندنا مثلاً قعدات شاي، قعدات مع الصحاب مع بعض كده ممكن نلاقي حاجة نقدمها في الوقت ده. أنا عندي هنا الباف بيستري. الباف بيستري اللي بنشتغل بيها الساليزون لازم تبقى من التلاجة باردة عشان نعرف نشتغلها كويس والزبدة بتاعها ما تعذبناش. عندي هنا النشابة، وهشتغل بشوية دقيق، وهتكلم في الحلقة دي عن الحشوات اللي ممكن نعمل منها الساليزون. هنتكلم عن الحشوات السخنة والحشوات الباردة وكل حاجة. عندي الباف بيستري أو العجينة المورقة، حتى ممكن تشتغلوا بالشورت كراست أو عجينة البريزي، بس الباف بيستري بتبقى ليها الحلاوة بتاعتها. هفردها بالشكل ده، اشتغلوا بالراحة لأنه الحاجات الصغيرة دي أو المملحات دي كل ما اشتغلناها على مهلها وكل ما اديناها حقها في التزيين وفي التشكيل وكل حاجة وفي الحشو، كل ما كانت النتيجة كويسة قوي في الآخر. طيب نرفع الباف بيستري، أحسن ما إن احنا نسيبها تخينة قوي، يعني لا رفيعة قوي زي الورقة ولا تخينة قوي. بالشكل ده بعد ما برفعها كده هجيب سكينة او عجلة او بتاعة البيتزا زي ما انتوا عايزين، وهبتدي اقطعها لشرايط سميكة بالشكل ده. بهذا الشكل. وهجيب الاقماع او القراطيس الحديد اللي بتتباع عند بتوع الحلويات. الناس هتقولي ممكن تكون ما عنديش القراطيس دي، وعادي جدا ما هيش مشكلة. هتجيبي ورق الألومنيوم وهتكرمشي شوية كده حبة محترمين وتعملي منهم قمع أو قرطاس، يعني في الإقماع اللي بتبقى كده وفي القرطاس حسب اللي متوفر. في كلتا الحالات ممكن تعمليهم بالفويل، ممكن تلخبطي شوية كده مع بعض وتعملي قرطاس، وعلى القرطاس ده تاخدي تشتغلي بالشرايط اللي انت عملتيها دي. اول حاجة انا مضطرة ادهنهم بشوية زبدة صغننين عشان خاطر الزبدة دي هي اللي هتخلي الباف بيستري ما تلزقش في القرطاس او الفويل، وهتخليه سهل جدا ان انا اخرج منها العجينة. هاخد العجينة بتاعتي وابتدي بالشكل ده الفها حوالين القرطاس ونحطهم فوق بعض عشان منها يمسكوا في بعض ومنها العجينة ما تبقاش رفيعة قوي ويسهل عليا ان انا اخرجها. وبالراحة كده الفها بالشكل ده حوالين القرطاس لحد اخره اهو، واحطها على الصاج. يستحسن يكون مدهون او ورق الخبيز عشان خاطر ما تلزقش معايا زي ما قلت. لما بيكون عندكم الاقماع او ممكن كمان تحطوها بالشكل ده على فكرة، بس كده هتاخد وقت طويل في الفرن فنيموها على الصاج احسن. ناخد تاني واحدة بالشكل ده ونمشي بالراحة بالتدريج بهذا الشكل لحد ما نخلص القرطاس بتاعنا او القمع. وقلنا انه الحاجات دي لو مش متوفرة، ولو انها متوفرة في كل محلات الحلويات والمخابز والناس اللي بتعمل مستلزمات الحلويات، قلنا لو مش متوفرة عادي جدا ممكن نعملها بالفويل، نكرمش شوية فويل كده لحد ما ناخد الحجم ده ونشتغل عليه، يعني ما هيش قصة.
وصدقوني انا ساعات كتير بعملها بالفويل، لانه خصوصا لما بيكون عندي كتير، لانه القراطيس دي كان عندي منها في البيت حوالي 12 او حاجه كده، فلما بكون عندي عزومه ببقى عايزه اعمل كتير، يعني بعمل بالفويل يعني العدد لا منتهي، ما بقعدش اقعد مسمره قدام الفرن كده استنى دول ال 12 يخلصوا. طيب بعد ما بعملهم بالشكل ده بيكون عندي بياض البيض او صفار البيض حسب اللي انتوا عايزينه، لكن الصفار معروف ان هو احسن وبيدي لون احلى. باخد الصفار بالشكل ده وبدهن بيه بالراحة خفيف كده المعجنة بتاعتي او السلزونية او العجينة اللي انا هحضرها. ممكن تعملوا له شوية كريمة او لبن لو حابين اللون يبقى خفيف، برضو تركاية، ولو عايزين اللون غامق ممكن تديه قهوة سريعة الذوبان، القهوة بتخليه يغمق واللبن بيخليه يفتح. وناخد على حسب احنا عايزينه زعتر، سمسم، حبة البركة، زي ما انتوا عايزين. يعني خلونا نعمل واحدة من كل نوع عشان تشوفوا شكلهم بيبقى جميل ازاي. نعمل واحدة بحبة البركة اهو، والتالتة نعملها بالزعتر الناشف او السماء او الجبنة المبشورة حسب ما انتوا عايزين. ندخلهم الفرن على درجة حرارة 150 ل 160 ونسيبهم يتنفخوا في الفرن ويتحمروا كويس. دايما بنحطهم في الرف اللي في النص، الفرن والع من تحت ومن فوق عشان خاطر يتنفخوا ويتحمروا من تحت ومن فوق بنفس السرعة ونفس درجة الحرارة. بعد ما بيتنفخوا كل حاجة بيكون شكلهم بالشكل ده. بس قبل ما اتكلم على الشكل خلونا نتكلم على الحشوة. انا مثلا الحشوة بتاعتي النهاردة هستخدم فيهم حشوة مطبوخة. الحشوة انا محضرة هنا صلصة البشاميل، البشاميل اللي انتوا عارفين قد ايه بتبقى لذيذة في السليزون. وممكن كمان نشتغل بالجبنة او اللبنة، الجبنة سبريد بتاعت الكوبايات، اللبنة لو انتوا مستعجلين جدا. ممكن استخدم البشاميل، هحط معاها مثلا التونة او الجمبري الصغير اللي هو البيبي شريمب حسب ما انتوا عايزين. بس دي مثلا خليني اعملها بالتونة والبشاميل. التونة طبعا صفوها من الزيت، هحط معاها شوية بصل اخضر، وهحط معاها شوية زعتر عشان الريحة بس الجامدة بتاعت التونة حسب ما انتوا عايزين. والبشاميل احنا مملحينه وعاملينه الفلفل الاسود وجوزة الطيب بتاعته وكل حاجة تمام. بعد ما جهزنا صلصة البشاميل اهم حاجة اغطي كمان العجينة دي عشان خاطر ما تنشفش بالشكل ده. هجيب دلوقتي الحاجة اللي هقدم عليها السليزونات بتاعتي، وهبتدي عندي هنا انا مجهزاهم قبل كده، خليهم اقربهم مني. ده التحميرة النهائية بتاعتهم، والطريقة الكويسة اللي نحشي بيها السليزون دايما هي كيس الحلواني. كيس الحلواني اولا بيخلي الحاجة يعني بتدخل زي او للقمع بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت ما بتبوظش الدنيا كلها. هاخد مغرفة واخد الخليط بتاع البشاميل والتونة والبصل الاخضر والاوريجانو، يعني حاجات كلها حلوة بنحبها. وزي ما قلت انت ممكن تتصرفي باللي موجود في البيت، ممكن اللبنة، ممكن الجبنة الكريم الكوبايات مع شوية طماطم على فلفل الوان، كأنها سندوتشات. يعني شوفي انت بتحبي الحشوات اللي بتحبيها او بتحبي تاكليها في السليزون برا واشتغلي بيها. ودايما ناخد كده، والبشاميل دايما يكون تقيل شوية عشان خاطر نعرف نحشي على مهلنا. طيب نجيب بقى الجبنة ونحط الجبنة هنا من الناحية دي والجبنة من الناحية دي. وده كانت أول واحدة معانا وإحنا ماشيين واحدة ورا التانية. ممكن تعملوا الجبنة، ممكن تعملوا كمان اللانشون المبشور زي ما انتوا عايزين، بس إحنا عشان بنشتغل بشاميل
فخلونا نمشي بالجبنة بس عشان هي اللي هتمشي معاه. اهو متلغوصوش بس الدنيا زي ما انا عملت. ونعمل هنا ونعمل الحتة دي كده، واحدة تانية دايما لما تحسوا ان في حاجة قفلت القمع نفتح مرة تانية، انه ما تنسوش ان الخلطة فيها تونة وفيها كمان بصل اخضر، فدول ممكن يقفلوا لنا القمع. تمام كده، وناخد الجبنة، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة اللي هي الفلامنك، او الجبنة الجودة، حسب اللي متاح عندكم في البيت. دي كانت اول طريقة للساليزون اللي بالقماع، واللي انتوا طلبتوه مننا في الصفحة في حلقة اطباخ اسيا النهاردة. هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل نعمل طريقة تانية لتشكيل المعجلات من نفس العجينة، واللي هي عجينة الباف بيستري. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل.